اولا الحمد لله بالسلامه نورتينا. الله يسلمك. ثانيا خليني ابدا معاك، انا قريت لك اكتر من بوست على فيلم اصحاب ولا اعز وبقيت اضحك وعيط. ليه؟ علشان اللي انت بتقوليه هو في تعريه لينا للتناقضات اللي جوانا كلنا. كلنا بنروح ونيجي، وكلنا بنشوف حته ايجابيه وحته سلبيه، كلنا بنروح بنستخبى في الدين احيانا، كلنا بندعي حاجات احنا ما بنعملهاش. قد يكون شفتك كنت بتركزي في الفيلم على فكره كشف عوره الراجل، يعني ضعفه وتعريته، فلو اللعبه بقت كده هنتعرى كتير. فكره الاهتمام بالالفاظ وكاننا مش مجتمع سباب وبنشتم في الشارع وفي البيت. فكره ان المجتمع ما فيهوش جريمه، المجتمع زي الفل، فازاي نعبر عن حاجه مش واقعه رغم ان الفيلم مش مصري اساسا، ولا انتاج مصري ولا تمثيل مصري، ممثله واحده وعلى ارض لبنانيه وهي ترابيزه قاعدين عليها علشان ياكلوا، فخر الصناعه المصريه. فانا عايز اعرف نظرتك لفكره ماذا يحدث داخل المجتمع، ما هذا الحوار اللي مع جدا او ضد جدا، ما نش لاقي حد حتى في النص. لا الحقيقه يعني بص خليني اقولك على حاجه، انا شفت الفيلم ومن اول دقيقه شفت الفيلم وانا عرفت ان منى هتبقى في مرمى النيران. ليه؟ مش عشان قلعت الاندرور، وهي لا قلعت ولا نيله بالمناسبه، اللي هيشوف الفيلم على انه في مناظر ده فيلم قصه ما فيهوش مناظر، يعني فيهوش بوسه واحده. ما هي الناس لازم تشوف كواليس التصوير علشان حد هيديها البتاع ده تروح ماسكاه وموطيه. لا الفيلم ما فيهوش مناظر خالص، فحد كان عامل تعليق لطيف ناشف قوي جدا، بيقول لك ايه، انا دخلت الفيلم على سمعه اللي اتكتب، لقيت الفيلم ما فيهوش حاجه. فاللي عايز الفيلم على ان فيه مناظر او ما فيهوش مناظر. بس انا كنت متوقعه ان منى هتبقى في مرمى النيران. ليه؟ ايوه، لان شخصيه مريم اللي بتجسدها منى قالت جملة طلقت رصاص، بتقول له لما انت مش عايزني سنة كاملة سيبني أدبل جنبك ليه؟ الجملة دي طلقت رصاص. ليه بقى؟ لأن احنا مجتمع بيتعامل مع الستات باعتباره استكمال للديكور. مجتمع مش المصري بس، العربي كله. يعني أنا كنت في مهمة عمل في بلد ما، وكان مخصص ليا عربية بسواق، وطبعا احنا العرب بنتلم على بعض والسلامات والتحيات دي. فالسواق كان من بلد عربي وبيقول لي ان هو بيشتغل وبقى له 3 سنين ما نزلش. قلت له ازاي يعني، واولادك ومراتك والحياه والفلوس مش كل حاجه وبتاع؟ قال لي لا اصل انا متجوز هنا. فقلت له ايه ده؟ طب ومراتك اللي في مصر تعرف؟ قال لي لا. قلت له طيب مراتك اللي في مصر من بلد عربي هو. وانت ما تعرفش؟ انا كنت فقلت له طب لو رجعت ولقيتها على علاقة مع راجل تاني يبقى العيب عندها ولا عندك؟ انت هنا مسلك حالك وسايبها هي لوحدها، مش ست عندها احتياجات؟ فطبعا الراجل اتخض من الكلام. بس الجميل بقى انها بعد ما رجعت مصر وتقطعت بين السبل وبتاع لقيته كلمني قال انه بقى يرجع كل 4 أشهر. الحالة بتاعت انك تتجوز واحدة وتحطها استكمال للديكور دي حالة منتشرة جدا، وكنت بتخض زمان لما تيجي واحدة تقول لي هي وجوزها ما فيش علاقة بينهم بقى لها 6 أشهر، متجوزين ليه؟ لا مؤاخذة يعني، هو ايه الفرق بينه وبين اخوكي؟ انتوا متجوزين ليه بقى لكم 6 أشهر؟ او دلوقتي بقيت اشوفها بقى سنة سنتين ثلاثة. الطلقة الرصاص اللي قالتها شخصية مريم اللي بتمثلها منى هي ضربت في دماغ كل راجل راكن مراته وعايش حياته. عشان كده منفصلين بس كمان، بس ده في عيال صغيرين حتى مش متجوزين واخدين المساله هوجه وراكبينها. لا 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 لا، ما انا هقول لك، ما هو على الانترنت لازم تفرق ما بين المواقف الحقيقيه وبراغيث الانترنت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت عندك مجموعات ضخمه جدا هي كلها وراها 5 6 بيحركوها بلجان وكتائب الكترونيه، وتعرف ده بمنتهى السهوله. فكل الموجه دي، يعني انا مثلا عندي حوالي 2000 كومنت على البوست او 3000 كومنت على البوست اللي انا كتبته، اقدر اطلع لك منه بالظبط كام كومنت لجان الكترونيه باسماء وهميه وتعليقات وهميه. وتدخل على الكومنت تلاقي على البروفايل بتاع الناس تلاقيه بيرمي بوست كل شهرين ثلاثه، كل ده كلام فارغ لمحاوله اشاعه هذه
الإحساس ده حصل مع مثلا المدرسة وحصل مع أي حد بيقدم أي طب ده حد. مش طب. إحساس أنا آسف يا كريم اتفضل يا خالد. ده مش إحساس بيقول في النهاية أن هذا المجتمع حساس تجاه كل ما له علاقة بالأخلاق، حساس تجاه ما كل له علاقة بالقيم؟ يا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حساس تجاه الأخلاق والقيم؟ أنا بسألك. ما أنا بقول لك أهو. ما أنا معاك أهو والله. طلعي. يعني حساس تجاه الأخلاق والقيم، وكان عنده الدراسات الرسمية بتقول إن عندك 86% من البنات والسيدات بيتم التحرش بيهم. دول إيه جايبين كائنات فضائية تتحرش بيهم؟ لما إحنا حساسين قوي كده تجاه الأخلاق والقيم، أمال إيه العنف المنزلي اللي بنشوفه؟ 46% من الستات بتتلطش جوه بيوتها علشان إحنا حساسين للأخلاق والقيم؟ لا طبعا. الحقيقة الفيلم ده أنا شفته تعرية لمشاكل حقيقيه موجوده في المجتمع. اللي هاجمه خاف من ايه؟ اللي هاجمه خاف انك بتكشفيه هو مجرم. احنا اول ما بدانا نتكلم على التحرش الجنسي من حوالي 10-12 سنه اتقال لنا عيب اخرسوا، احنا مجتمع محافظ، احنا مجتمع متدين، ما تقولش الكلام ده. لما كانت النسبه كل الستات والبنات بيصوتوا عشان مش عارفين يمشوا في الشارع. لما بدانا نشجع البنات والستات على انهم يتكلموا، النهارده النسبه وصلت بعد ما البنات اتكلمت والنيابه اعلنت انها بتتدخل والقوانين اتغيرت 12%. ده معناه ان فتح او كشف المستور بيكشف المجرمين، بيكشف في الحلم. طب حد هيقول لك ايه كشف المستور في المثليه وتقديمها في حوار بين عائلات عربيه؟ الحقيقة حتى مشهد المثلية ده أنا شفته وكأنه مقارنة ما بين الشذوذ الأخلاقي. كل الناس بتمارس كل هذه الموبقات في الفيلم ووقفوا واتخضوا واتفزعوا عشان واحد صاحبهم شاذ جنسيا. طب واللي بينام مع ثلاثة، مراته اللي لسه متجوزة وبيحبوا بعض، ومرات صاحبه، ومرات صاحبه اللي متربين مع بعض، اللي عزمهم عنده في البيت، وسكرتيرته حامل، ده مش شاذ؟ يعني اتفزعت قوي على شاذ جنسان، مع ان انا مش مع الموضوع خالص، بس اتفزعت قوي على الشذوذ الجنسي. لكن كل الشذوذ الاخلاقي ان واحد راهن واحده جنب منه مراته وام عياله بقالها سنه ما قرب لهاش، وينفعل قوي لمجرد انها بتشيت، وده غلط. يعني أيوة. مجرد انها تشيت ده مش مبرر، وانا قلت في اكتر كانت من مجال تطلق. يعني لو حاسه بالزبط لو حاسه واحده جعانه جنسيا ما طلبتش طلاق، او نفسيا، ما هو واضح ان في جفاف نفسي تتطلق. طيب حضرتك عايش بتعمل علاقات مع ستات ويبعتوا لك فيديوهات وتنزل صور وبتاع، والكرسي اللي انت يعني التعامل مع الستات على انهم في المزرعه يرعونا في الكلأ، مش معقول يعني. فالفيلم عمال يقول لك التناقضات، ان انتوا كلكم نايلين بستنيله. فافردوا بقى، لو فردنا على الترابيزه وحطينا الكروت، يعني انا زي ما بقول لك كده، الناس اللي اتخضت قوي ان الممثل اللي بيقول للبنته اللي هي رايحه تعمل علاقه، وده غلط، قلت ده غلط 100 مره طبعا، لكن مش مخضوضين قوي من الابهات اللي في المنطقه العربيه من المحيط للخليج بيسلموا بنتهم لواحد يستغلها جنسيا ليل نهار، ويستعبدها تخدمه وتخدم امه وتخدم عيلته بورقه غير قانونيه اسمها، وبنسميها ونضحك على بعضنا جواز عرفي. توقعت انك هتقولي جزء تاني. احنا مش مصدومين ان هذه الام اللي ربت هذه البنت خاينه لجوزها والبيتها، فطبيعي انها تطلع بنت مشتته وهاربه للخارج كده، مش كده؟ يعني الفيلم عمال يرمي في وشنا. انا بقى قدرت جدا الناس اللي كانت بتدخل تقول ان ده كتير، يعني تكثيف كل هذا، وجبه دسمه جدا لكل الانحرافات، العورات دي جامده في وشنا. بالظبط، يعني هي دي الناس اللي كانت بتناقش بجد. وانا معاهم، يعني كم التكثيف. يعني كنت اتمنى في اللقطه بتاع الاب اللي بيقول للبنت وماله يا ماما، او اعملي اللي انت عايزاه بس المهم تكون انت عايزاه، انه مثلا تقول يا بابا انا هسافر ادرس بره. فيبقى هنا فكره الاراده على حاجه مفيده. انما لكن هو حاجة فجر عيب جداً. الفيلم ان هو كثف كم من المشاكل لا بنشوفها، لا بنشوفها، هي موجوده طبعا. احنا هنضحك البنات اللي بيهربوا دول على حاجة. بيهربوا يقابلوا اصحابهم ويسافروا ويسيبوا عيالهم من كل انحاء مصر مثلا. مثلا بس انا الحقيقه اللي التناقض كمان، انا بقول لك اهو، احنا عندنا ابهات 18% من الجوازات، ما يسمى جوازات وهي مش جوازات، هي اتجار في البشر لطفلات
الاب بيسلم بايده البنت لواحد تاني يستغلها جنسيا ويستعبدها تخدمه وتخدم امه وتخدم عيلته. ولما السيد اللي اشترى البنت دي بورقه عرفي بيسموها ورقه جواز لو حملت وهو مش عاجبه الجوازه ما بيرضاش يسجل العيل باسمه، مش اتكلمنا في الكلام ده في صحيح. هذا البرنامج 100 مره. ففكره ان حد يجي يقول لي اصل قيم الاسره اتخض، لا هتقولها طاسه الخض يا جماعه، قيم الاسره هتقولها طاسه الخض. ولما حد يطلع يقول اصل احمد حلمي لازم يطلع من، لا احمد حلمي راجل محترم متربي ابن ناس، عارف ان دي شركته في الحياه، عارف ان ده تمثيل وهو بيمثل، لا وعارف ان من حقها تختار الادوار اللي هي مقتنعه بيها. لا هو ما بيتعاملش مع منى على انها حاجه في البيت. أيوة. وده خطر، يعني في خطاب عدائي توحشي بيعلم الولاد الصغيرين انهم يبقوا متوحشين في علاقتهم مع البنات. يعني خد بالك بقى اللي بيقولك ايه بتوع الاسره ومش عارفه ايه والمراه وبيشجعوا الطلاق. كل الحالات اللي احنا شفناها في الكام يوم ولا الكام اسبوع اللي فاتوا، المدرسة اللي كانت يعني بصرف النظر عن تقييمنا عملته صح ولا غلط، ها كله يقول لك ايه طلق تمام، مش عارفة واحدة ما رضيتش تخدم ام جوزها واخته وده مش شغلانتها ولا واجب عليها، الناس تقول له طلق. منى زكي دلوقتي الناس تتجرأ على احمد حلمي المثقف المحترم اللي فاهم العيلة المحترمة النموذج في مصر ويقولوا له طب انتوا ايه؟ يعني انتوا عايزين توصلوا للشباب ايه؟ ان علاقته بالست انها منديل كلينكس يستخدمها، طب الستات توافق على علاقة زي دي ليه لا مؤاخذة؟ يعني ايه اللي يخلي البنات والستات اصلا توافق انها تتجوز او ترتبط بواحد بيتعامل معاها على انها لو كحت من غير اذنه لازم يرميها في الشارع؟ ده انا بقول لكل ست وكل بنت بقى تدخل على بروفايل جوزها ولا حبيبها ولا خطيبها ولو لقيته بيقول الكلام ده تعرف ان ده بني ادم لا يؤتمن، لانه نظرته هنا ليها على انها شيء هيستخدمه مش شريكته مش حبيبته. وده الغريب بقى ان احنا بدانا نبقى المجتمع فيه نوعين من الرجال، نوع المتربي ليه رجاله بس في ستات كتير بتهاجم. لا خليني اكمل. طيب خليني اكمل ماشي. نوع متربي ابن ناس اتربى على انه يحترم امه واخته وبالتالي بيحترم زوجته والعلاقه بينهم بتبقى مبنيه على الشراكه والاحترام. ممكن يختلفوا ممكن يتخانقوا لكن في النهايه في حدود، في حدود وهم عارفين انهم متمسكين ببعض وبالتالي الراجل ده سند. وفي نوع بقى اللي هو شايف انه الست دي شغلانتها في حياته انها شيء يستخدمه وبالتالي هذا الشيء مش من حقه انه يعمل اي حاجه تانية، ففي اي لحظه هيقولها بالسلام. طيب